الإخوان السلام عليكم. أشواقع اليوم مدينة الجديدة، معكم السي محمد عاصم من مدينة الجديدة، مهني ديال النقل المزدوج ولامين ديال المهنة ونقال أبن عن جد. حنا خدامين بأريحية، اليوم كنتفاجئوا بالنقل المزدوج ما يدخلش المجال الحضري، وبالرغم على الخطابات ديال سيدنا نصره الله هي التفاته للعالم القروي. حنا كنعيشوا مع العالم القروي وكنخدموا مع العالم القروي، واش ما يمكنش لينا ندخلوا الناس من العالم القروي للمدينه الجديده الاستقطاب ديالهم؟ واش اللي خاصو خنشه ديال الدقيق ما غاديش يهز لي مول الطاكسي، ما غاديش يهز لي مول الطوبيس، ما غاديش يهز لي مول الطاكسي مول الكار؟ شكون اللي غيهز ليه؟ النقل المزدوج، وغادي يهزها من المدينه في وسيله اخرى ويجيبها عندك حتى الحي الصناعي باش يركب معاك. هذا الشيء راه عيب وعار. مواطن تجيبه من القرى ومن المداشير وتحطه في الدخله ديال المدينه، هذا راه عيب وعار. اليوم اش واقع في مدينه الجديده؟ حنا كمهنيين كنطالبوا بتفعيل القانون على جميع الانماط. حنا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي هي مستحيله، القانون بحذافيره. حنا مهنيين عندنا الرخص ديالنا، كيفية الاشتغال في الرخصة، وكل شيء باين وواضح. واليوم كنتحاصروا هنايا والأنماط الأخرى ما كيطبقش عليها القانون، حاليا ما كيطبقش عليها القانون. القانون حنا باغي القانون، وناس سلميين حضاريين باغي القانون. وتحية لكم، وهذا عبد ربي راه الجميع كيعرفوا، راه المهنة والدومين ديالي راكم كتعرفوه، راه هو النقل. ولا حياة لمن تنادي، وعاش الملك. وحنا حاليا كنستنجدوا بسيدنا الله ينصرو، عاش الملك. السلام عليكم، معكم ايوب قاسم كاتب العام لجمعيه البريجه للنقل المزدوج. كما كتشوفوا حنا في المدخل ديال المدينه الجديده طريق مراكش. الحاله لحد الساعه المهنيين كيعانيوا، والمواطن المعني من خلال يعني هذا القرار يعني اللي اصبح كيضر بالقطاع من الدرجه الاولى، واللي يعني حنا متشبتين، حنا كمستثمرين في القطاع حاملين شواهد، قمنا بهذه الخطوه يعني ديال المشاريع الترقيعيه من اجل النهوض بالحاله الاجتماعيه والاقتصاديه ديالنا، في حين كنصادفوا بواحد القرار اللي هو جائر اللي تاخذوا المكتب المجلس الجماعي لمدينه الجديده، هو بمنع الناقله ديال النقل المزدوج من دخول المدينه. كيف يعقل ان مواطن غادي نجيبه بخمسه دراهم لواحد المسافه ديال 50 كيلومتر ونجي حتى لهنايا ونهبطوا باش يهزوا طاكسي صغير ب 15 درهم؟ وحنا كنعرفوا الفئه يعني اللي كيهدف ليها القطاع، وهي المستضعفه نوعا ما والفئه الهشه. وتحيه نضاليه للجميع. حنا ما كنطالبوش بشي حاجه غير القانون، بقدر ما كنطالبوا بالقانون اللي هو تطبيق الظاهر 63 اللي واضح وبين واللي كينظم جميع انماط ديال النقل.